أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واقسم بصالحات أعمالنا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شق ولا محروما. آمين آمين يا رب العالمين. الموضوع ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون عندنا تحت عنوان الزوجية أو قانون الزوجية عند الإنسان. علاش تسمى القانون؟ وما علاقة الزوجية بالإنسان؟ الله عز وجل دار هذا الكون كله غادي بواحد النسق، واحد القانون منظم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل شيء مقاد ومصوب، ودار قوانين في هذا الكون هذا، منه قانون الجاذبية، منه قانون الضوء إلى غير ذلك. ومن هذه القوانين اللي دار سيد ربي دار قانون الزوجية. يقول لك الله عز وجل: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم مما لا تعلمون. وقلنا: ومن كل شيء، كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، في سورة الذاريات. كل حاجة فيها الزوجية. نجيو للإنسان اللي هو أعطاه الله الاختيار، نشوفوا الخضوع ديال الإنسان لهذا القانون الزوجية. معنى قانون الزوجية؟ راجل أمرأة خصهم يتلاقاو، هذا هي قانون الزوجية. تنصيب العالم كله من الذرة إلى المجرة، من الأتوم للجالاكسي، كل شيء خاضع لقانون الزوجية وغادي في تناسق. ما يمكنش تمشي النعجة تزوج بالسبع، ولا الدجاجة تزوج بالباز، لا، داك الشيء غادي في قانون الزوجية مقاد في التجانس. إلا الإنسان. الإنسان عندنا فيه ثلاثة ديال الأنواع بالاستقراء. النوع الأول هما العزاب، خارج قانون الزوجية، أبلغ. والرسول صلى الله عليه وسلم تيخاطب الشباب باش ينسجم في قانون الزوجية، وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، باش يتم ما يبقاش واحد ونغمة شاذة والبنت وحدة ونغمة شاذة، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصان للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. أصل في الأول، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الصحابة وعالمها، تيجي يزيد وضح لنا ويقول لك: من لم يتزوج إما من عجز أو فجور. اللي ما تزوجش عنده وحدة من جوج: عجز، عجز مادي ولا عجز عضوي، ولا راتيتك بالفحشة، ما كاينش ثالثة. تزيد وعاود نشوفوا في الأحاديث النبوية، تنصبوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: شراركم عزابكم. تزيد نشوفوا السلف الصالح، تنصبوا بأن أحمد بن حنبل إمام الأئمة الأربعة مات ليه المرأة ديالو، ومشات فنها، وفي الرجوع تنصب واحد المجموعة ديال الناس قال لي: واش عند فيكم شي واحد شي بنت باش نتزوجها؟ أخشى ما ألقى الله أن ألقاه وأنا أعزب. نحيدوا الكلام ديال الناس اللي تيقول لك رجال غدارة وتيعزلوا في العزايات. رجال غدارة وتيعزلوا في العزايات، تجي المرأة تقول لي: وأجرك الله في هذاك الشيء، هذه لا ما تصلح لياش، ما مشى معك باس، وهو جالس يعزل. هذا فكر سميته نصراني ديال العزوبة. لا 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 لا، ونصارى راه داروا عليهم أفلام بزاف، والأخص هذوك الباباوات داروا عليهم بزاف القساوسة ديال الفاحشة اللي تيرتكبوها في الخيانة وكل شيء، لأنه خالفوا الفطرة، والفطرة أن الأنبياء والمرسلين كلهم تيتزوجوا، ما كاينش شي. ها الصنف اللي عندنا.
أرغب الصيف المتزوج. المتزوج إلى كان ملتزم بتعاليم الدين فالمرأة التي معه هي زوجه، وإن كان مخالفا هو ولا هي لتعاليم الدين فالمرأة التي معه ليست زوجها وإنما هي امرأته. لذا قريت القرآن حتى يستعمل لك سيد ربي زوج، عرف راه كاين التلاؤم، حيت يسمع لك امرأة عرف راه ما كاينش تلاؤم. امرأة العزيز، امرأة لوط، امرأة نوح، امرأة فرعون، حيت شوف امرأة عرف راه ما كاينش تلاؤم. امرأة فرعون هي مؤمنة وكافر، امرأة نوح هو مؤمن وهي كافرة، امرأة لوط هو مؤمن وهي كافرة، تتسمى امرأة حتى تشوف الانسجام كاين الزوجيه. لهذا قال سيد ربي سبحانه وتعالى في سوره الروم: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا الزوجيه لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. فحيت صيف الدار الرجل والمراه ما كاينش تلاؤم، ما كاينش زوجيه، لان القانون ديال الكون اللي دار سيد ربي كاين التلاؤم ما بين الزوجيه. غادي نرجعوا لهذا الصيف، هذا رانا الصيف الخطير، هو مخالف القانون كله، لا عزوبه ولا زواج ولا عدم توافق ما بين الرجل والمراه انه تيمشي يتزوج انسان، ما بقاش يتزوج الانثى، وهذه ما كايناش في العالم كاع، ما كاينش في القانون. ولا الرجل تيتزوج الرجل، او المراه تتزوج حيوان، او الرجل تيتزوج حيوان، وهذا الشيء هذا مخالف الفطره، العلامه ديال الفساد ديال الكون، العلامه ديال الفساد ديال الكون. والشقاء على داك الشخص، علاش؟ لانه واش غادي يصيب اللذه ديالو، يصيب الراحه ديالو، فهذا الشيء هذا ما كاينش. بحال شي واحد اللي هو ميت بالجوع، ميت بالجوع وبغى ياكل، وبدا تيهز الماكله وتيخشيها في ودنيه، واخا يضل النهار كله والعمر كله وتيخشي الماكله في ودنيه ما يشبعش. هنا مخالف القانون اللي دار سيد ربي ان الماكله تسكن من الفم، وان الماكله اللي خصنا ناكلو. فلهذا هادو مشاو هادشي في اطار الحريه، هذا دليل تيخلي السيد ربي الواقع نشوفوا حنايا اللي هو بحق التجارب. شوف هاد الناس في الشقاء اللي عايشين فيه، وصارت شتات، الرجل مابقاش سميتو تتغريه المراه، رغم انها خارجه كل شيء عريان والوسائل ديال الفتان كاينه، مابقاش يدير فيها كاع. هذه اهانه للمراه اللي تيقول لك اسيدي في اوروبا راه عاطين للمراه حقوق. شنو الحقوق؟ الرجل اصبح لا يبتغي المراه، والمراه لا تبتغي الرجل. شنو الحقوق هذه؟ يعني حتى البهايم ما بقاش عندهم هذا الشيء هذا. باش تشوف هذا الارتكاس والدناءه والانحطاط البشري اللي ولا عند الانسان. هادو ما عندنا ما نفصلوا فيهم، هادوك فصلنا فيهم. سنرجعوا للحاله ديال الزوجيه المزوجين ومحققة عندهم المرأة وما محققش عندهم الزوجية. حيث ما تكونش التلاؤم ما تكونش الزوجية، وبالتالي ما تكونش السعادة التامة بين الطرفين، وتيكونوا غادي هي تقول لي والله إلا غير فوجه الدراري أنا معاك، هو تيقول لي والله غير فوجه الدراري وغادي وصافي، وما كاينش السعادة. وسيد ربي بغى درنا هاد الزوجية باش نسعدو، لأن أعطانا سيد ربي سبحانه وتعالى جميع أنواع الزينة، درها لنا في أوائل سورة آل عمران. قالنا زين للناس حب الشهوات من النساء، هي الأولى اللي سبق سيد ربي، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، سبعة ديال الشهوات اللي كاينة في الدنيا كلها بعد. وقلنا ذلك مساء الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج، هي زوجية، وأزواج مطهرة، قمة ديال الزوجية، وأزواج في الجنة، وأزواج مطهرة
ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فقالوا الزوجية. لهذا هذاك اللي تيكون مؤمن في الدنيا وغادي في السعادة عنده أزواج هنا في الدنيا وعنده أزواج مطهرة اللي هما هنايا كاين غدا اليوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. هما الجنة سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. شوف الزوجية كيفاش غادية، الزوجية مستمرة من الدنيا وغادي حتى ردها لي من القيامة. لا فاسميته في جهنم ولا في الجنة. غادي نعطيكم جوج ديال الأمثلة ديال عدم تحقق الزوجية فوس الأسرة وهذا الشيء غادي تصيبوا في حياتكم وربما ما تطردوا ليش الباب. جوج رجال صحاب وعيالتهم صحابات وتتكلموا بجوجهم كل وحدة تتكلم على رجلها. الرجال تتكلموا بيناتهم نجيو نشوفوهم اشنو كاين. ايوا كيدوز هاد الليلة مكرفصة كيفاش مكرفصة؟ مشي للدار صبصدو طافي والمرأة ما طيبات حتى حاجة ما صاب لا تحرك لا هكا ولا هكا. قلت لها شي بس مكان مشينا لواحد المطعم طلبنا شي حاجة ديال الماكلة كلينا حيت جينا نشوفو الثمن الثمن غالي داكشي اللي عندي في الجيب حطيتو ما بقى عندنا حتى ثمن طاكسي باش نرجعو للدار. مشينا على رجلينا لهكدا للدار صبنا الضو باقي طافي شعلنا الشمع بقينا تنطيبو النعاس تنذكرو شوية تنذكرو شوية حتى نعسنا صافي ها راجل. وانت كي داير؟ واحد الليله دوزها معتبره طيبات ليا المراه واحد الماكله تاكل على يديك وكليت مع راسي الطبصيل لحستو وضربتها لك واحد الكرشيخه ناعس مع راسي تصبح راه نمشيو للعيالات نشوف واش محققه الزوجيه. معناها محققه الزوجيه تيخص يكون نفس الحكم عند هذا وهذا. هذاك اللي قال لك النهار الليله داز بكرفصاب قالت لي صاحب ساكي دوسي ليلة واحد ليلة رومانسية معتبرة بسلامتك. مشيت أنا والرجل ديالي للمطعم وكلينا تمايا هاد الليلة هادي كاع ما طيبت والو تهنيت من الكوزينة وحيت كنا راجعين واحد المشية رومانسية في الكورنيش غاديين على رجلينا مركبيش لا طوموبيلة ولا كار ولا طوبيس غاديين على رجلينا وحدة وحدة وحنا تنتكلمو ولحقنا للدار داك الضوا وداك الشيء شعلنا الشمع وبزاف واحد الجلسه رومانسيه حتى نعسنا. اختلاف ما بين الرجل والمراه ما غاديش نسميوه ما بين الزوجين ما بين الرجل ومرسو في التصور ديال واحد الحاله حاله وحده هذاك شو كي تيحكيها وهذيك شو كي تيحكيها. اجي نجي نشوف المبرع مع راسو المراه هو انت كيدوزي واحد الليله مكرفصه النهار كله انا في الكوزينه طيب ما طيب طيب ما طيب وجا داك الوحش ديال الراجل وجديك ديك الماكله وحده وما كيطحنها كلها وضربها بالعساله هضره معايا وانا يديك ولا يخليك وبدا الشخير. الزوجيه غير محققه فكل واحد فيكم ماشي يقول لك الحمد لله انا مبرع مع راسي هي مبرع مع راسك ولكن الاخر واش مبرع ولا لا هذه مساله خاصك تشوفها واش محقق الزوجيه ولا لا. اش عندي واحد صافي ناشط مع راسو سار في الدار فلس الزنقه خدم الخدمه وكل شيء هذاك وجا للدار صار داك الشيء اللي بغا وما عمر ما سوال ما سوالش ما شافش اشنو كاين. فلهذا تيخصني نشوف الطرف الاخر واش متحقق لي السعاده اللي انا متحقق ليا ولا لا. تيخص نحققوا الزوجيه لان الزوجيه داك الشيء اللي طرا لهذا تيطرا لهذا تيكونوا حزينين بجوج تيكونوا فرحانين بجوج تيكونوا مقلقين بجوج تيخص يتحقق لنا هاد الزوجيه هادي. وهاد الشيء هذا باش نعرفوا خصنا نجلسوا جلسه ديال الحوار مع عيالاتنا اش فلانه وعبر عليها على انت وتعبر هي شحال المراه مسكينه ساكته ما تقدش تقول لبنت كلمه تهضر مع والديها يهضروا فيها سكتي الفعله التاركه
الناس راه جالسين البايرات ما صابوش لي زوجهم تعطيك الراجل الفلوس ها وما عنده الفلوس وكل شيء وفي الخارج ومصوب لك الوراق اسيدي بنقص هاد الوراق وهاد الخارج وهاد الشيء كاع كله اش عندي ما ندير بها انا وانا جالس انا سميت وحدانيه ما كاينش عندي هاد الزوجيه هادي ما محققها لياش او الراجل عاود حتى هو والو مسكين اشنو تيدير تيتمنى ما يدخلش للدار لان غيدخل للدار مشاكل ما محققهاش الزوجيه ونختم بهذا المثال هذا اللي ما حقش فيه الزوجيه رجل تناقش مع المراه ما بقاش يتهضروا من الحوايج اللي هي المراه بغات تعبر فيهم على الغضب ديالها وعدم الرضا ديالها هي الماكله تدير لي كل شيء ماوي ما كاين لا الدا لا والو غير ما والصغاريت غير المهم تيدوز الوقت وصافي هو شنو تيشوف تيشوف راسو شد واحد الورقه كتبها وحطها ليها في البوطاجي اش مكتوب فيها الاتقان الزاته هي حتى صافي قلنا موسيا بيت النعاس تقن هنا نتقنوا هنايا حنا فضينا هاد الهضره هادي ما كاينش الزوجيه ما كاينش المعاشره الزوجيه فلهذا الواحد يخصو جلس مع المراه وتذاكر وهذيك المراه ديالك راه هي اللي غتكون المراه ديالك غدا يوم القيامه لانك غادي تعاونوا في الدنيا وتعاونوا في الاخره هذا سيدي ربي ما قالكش حيت تكلمنا على الشهوات ديال الدنيا وبداها بالمراه بداها بالنساء قال زينا وجابها بمبني للمجهول لان في اللغه العربيه عندنا المبني للمعلوم والمبني للمجهول المبني للمعلوم هي ضرب محمد شكون اللي ضرب هنا محمد مبني للمعلوم معروفه زينا للناس شكون اللي زين هذا مبني للمجهول قال لك هذه الشهوات السبع ان استعملت في طاعه الله فالمزين هو الله وان استعملت في معصيه الله فالمزين هو الشيطان بمعنى ان هذا الشيء هذا عند المؤمن وعند الكافر قل من حرم زينه هي زين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادها هي الزينة ديال هي سبعة هذو ما الزينة ديال الشهوات زينة التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة وفي قراءة حفص خالصة يوم القيامة يوم القيامة لهم وغادي يشاركوا بالكفار فيها لهذا حين تكلم الناس ربي على هذه الزينة هذه وأول هذه الشهوات هي النساء قال واش نوري لكم فضل من هادشي ماشي يعني فضل من هادشي معنى ما ديروش هادشي ديال الدنيا لا ان الواحد ما يمكنش يطلب الافضل الا ما داقش الاقل منه بحال مثلا انا تنبيع السلعه وجيتي لعندي تطلب شي حاجه بغيتي العسل مثلا دوق تصدق مزيان هادشي هذا لو كان عندي فضل من هادشي ما يمكن ليش نقول لك عندي فضل الا ما ذقتيش لانه باش غتكون افضل تميز خصك تذوق فما يمكنش باش انت تحقق ليك قل او نبيكم بخير من ذلكم حتى تحقق هنايا الا ما تمتعتيش هنايا محروق لا من هنا ولا من هنا فضيتي هذاك بصوت اليهودي والو لا دنيا ولا اخره حتى حاجه فلهذا انت حتى تتمتع وتتحقق الزوجيه انت خصها تتحقق قانون الزوجية هادشي كاع العالم كله سيد ربي دار فيه قانون الزوجية متوالمين ما كاينش مشاكل عندنا عمرنا ما شفنا سميتو النعاج خارجين في الزنقة ودايرين المسيرة تيطلبوا الحقوق من الحوالة داو لهم الحقوق ديالهم تعداو عليهم معنى الإناث ديال الحيوانات عمرهم ما تيتشكاو من الذكور ديال الحيوانات ديالهم وعمر ما شتيش هاد الخلاف ديال الزوجية أن نعجة متزوجة سميتو سبع ولا شي حاجه لا غاديين في المساجم علاش لان الله اللي دار لهم هادشي هذا ان كل شيء خلقناه بقدر الانسان عطى الله الاختيار تصدروا عباد الله هذا ما مزوجش قال لك اسيدي ما عندي ما ندير بزواج علاش الشاب ما عندي بزواج قول لي يلا قال لك اذا كان الحليب يباع في السوق فلماذا شراء بقره الحليب تيتباع 120 لتر ونشرب بقرة بجوج المليون ونبقى نلعب بجوج باش تعطيني الحليب إلا كان البنات موجودين ما نخلص لها لا دواء ولا حتى شي حاجة وما تجيني حتى تجيني مزينة ومصوبة مقدة والهضرة
بالميزان. وإلا ما عجبتني السلام عليكم الله يعاونك، ما تعاودش تضري بيا. اش تاني نجيب انا شي وحده ونصدق في السبيطار والدواء وسميتو والنكاد ومشعككا، هادي راه ما تجيني حتى تكون مكاده في الجسم ديالها، في الكلام ديالها، في كل شيء. حتى الا طلبت شي حاجه اش بغيتي؟ ها واحد باناتشي بالقرعه تنشدها تدير غير مصه وحده وتحطها اش شبعه. اش داني الوحده اللي غادي تبقى ترهف ليا وداك الشيء هذاك والفلوس والناس؟ لا 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 ما عندي ما ندير غير الزواج. شوف الواقع شنو داير. تيزيدوا هذا الشيء هذا الوالدين الشباب اللي كاين دابا في الواقع، شباب تتصيب لك الا من رحم الله. كل واحد عارف وحده، ما تهضرش على ديال الغرب، اولادنا وفي الدول العربيه اولادنا وعارفينهم حنايا. يا الوليدات هادو راه تيلعبوا بيناتهم، لا تيلعبوا الوليدات تيلعبوا. وحيت هذاك الولد تيتوب لله عز وجل ويتصنت للدروس ويقول صافي انا بغيت نحقق الزوجيه، انا بغيت نتزوج. تيقول هالمو داكشي تفرح مسكينه وتيمشيو لعند هذيك البنت اللي كانت تتمشى معاها واحد 3 سنين ولا 4 سنين في الحرام، وما قال لي حتى واحد شي حاجه، لا بوليس ولا بها ولا مها ولا حتى شي حاجه. تيدق في الدار بطريقه قدام الناس طراق طراق طراق، تيطلع البو اش بغيتي يا وليدي؟ كاينه تما فلانه، لاش بغيتيها؟ اش نقرا معاها؟ والله يعطيكم النجاح. ها هي جايه، ها هي جايه صافا ترا تيقرا معاها، تيقرا ويجي هذاك الشيء يقول لها وتلبوا وما تبقاوش جالسين في الزنقه. دخلوا دخلوا زيد دخلوا، سدوا عليهم باش ما تصدعوهمش، سدوا عليهم زيد. داك الشيء رخيص حيت جا الحلال وجاب باه امه وجايبين السكر وجايبين كذا كذا، عافاك راه بغيتي يد بنتك. اي يا وليدي مرحبا، غتجيب لنا جوج من الحاجه وغتجيب لنا كذا كذا، والعز غتكلف به ديالنا والعز ديالكم غتكلف به. واخا مرحبا، ويقول لامه يلا 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 نمشي. بحال البو ديال البنت تيقول لهذاك الشاب اش بغيتي يا وليدي بالحلال؟ الحلال صعيب عليك، الحلال فيه شو؟ انت غادي انت وياه في الحرام فابور، ما كاينش اللي يطلب تحت في حاجه. شوف كيفاش نقضيو حنايا على قانون الزوجيه، بدل ما نسهلو حنايا الماموريه نسدو الابواب ديال الزنا ونفتحو الابواب ديال الحلال. حنا تنصعبو على عباد الله. ها حنا شنا قانون الزوجيه والانسان، نطلبو الله عز وجل يوفقنا لما فيه الخير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.